طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من منبر الرافدين. منبر الرافدين الذي يتيح لكم الفرصة للتعبير عن آرائكم حول أحداث العراق. نناقش اليوم معكم عودة التظاهرات في محافظة البصرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الخدمات والكهرباء وارتفاع معدلات العمالة الأجنبية في العراق عموما وفي البصرة خصوصا، وسط إهمال حكومي متعمد لأصوات أهالي البصرة، بل وتهديد المتظاهرين والصحفيين في المحافظة من قبل الأجهزة الأمنية. فاصل ونعود إليكم. المرجعية، وليزعل البعض مني، المرجعية الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها متر ونص، يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا، أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس إن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وأنا أوصيهم وأبلغهم برسالة، إن لم يطولكم القضاء أقصد الفاسدين حصرا فقط، تصوروا أن قضاء الله هو العادل. إذن مرة أخرى تعود التظاهرات في البصرة من جديد مطالبة بإقالة محافظ البصرة مع شعارات تطالب بتحسين واقع المدينة. التظاهرات التي انطلقت مؤخرا في ظل تخصيصات مالية كبيرة لمشاريع تطويرية في البصرة تجاوزت 3 مليارات دولار، حيث تمتلك محافظة البصرة أكبر ثروة نفطية في العراق. تشير الإحصائيات إلى أنها تمتلك 15 حقلا من أصل 77 حقلا معروفا، منها 10 حقول منتجة، كما تحتوي هذه الحقول احتياطا نفطيا يزيد على 65 مليار برميل، مشكلا نسبة 80% من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت. أما الإنتاج الشهري لحقول البصرة من الخام فقد تجاوز 3.5 مليون برميل يوميا، ولكن كل هذا ومعدلات الفقر في ارتفاع والبطالة في ارتفاع والخدمات من سيء إلى أسوأ. عدد التظاهرات في البصرة منذ أسبوعين وبوتيرة متصاعدة، متظاهرو البصرة وبشكل يومي يتحدثون عن أسباب عودة التظاهرات بعد سلسلة من الوعود الحكومية التي لم ينفذ منها شيء منذ العام الماضي. دعونا نستمع أعزائي المشاهدين لآراء المتظاهرين حول عودة التظاهرات في البصرة. مظاهراتنا مستمرة من يوم 20/6 من يوم الخميس إلى الآن، يعني انطيناهم مهلة لليوم الجمعة، إن شاء الله من اليوم بعد الشباب صبرهم نفذ، الشاب بعد ما يتحمل، الشاب قاعد يموت من الجوع، البصرة ماتت من الجوع، نتمنى من الشارع، نتمنى من الجماهير، ونتمنى من البصرة كلها تطلع ويانا وتآزرنا. أن الفجر الجديد هو قادم، وإزالة الفاسدين والمفسدين لا محالة، وسنركنهم في مزبلة التاريخ، وعليه نحن كشباب البصرة وشيبة البصرة لا نيأس كما قلت، برغم من المأساة التي نمر بها. هناك لدينا أمراض سرطانية، وهناك لدينا تلوث في المياه، وانعدام التيار الكهربائي المتقطع، وليس هناك خدمات، وليس هناك مستشفيات أو مدارس، وليس هناك أي شيء. برغم كل هذه المأساة نحن مستمرون في التظاهر والمطالبة بحقوقنا، فعلى الفاسدين أن ينتبهوا إلى واقعهم، واقعهم المر والمرير،
سوف تدور الدوائر عليهم يوما ما، وسوف تكون هناك الثورة، والثورة العارمة العظيمة باسم الشعب العراقي، وسوف نتخلص منهم جميعا إن شاء الله في مزوة التاريخ. الفعالية الوحيدة والمشروع الوحيد اللي نجحت به الحكومة عادة تدوير الفاسدين. هذا البطل يعقده، هو بطل ماي، هو أبريق، هو صحن مال أكل، هاي البلاستيك بزمن صدام، ساعة أبريق ساعة صحن بلاستيك، من رئيس وزراء يرجع إلى نائب رئيس الجمهورية، من نائب لا يصير سفير بعمان، من نائب يصير سفير بتركيا، وكلها هي نفس الحكومة. هذا البطل ترجع تنفخة بطل ماي، ترجع تشرب بيه ماي، نفس الكاسة ونفس الحمام، ماكو أي تغيير، ماكو. هذا الشعب يمتى يثور، يمتى يطلع، يمتى يتحرك. المتظاهرون في البصرة لم يكتفوا بالتظاهر أمام مبنى مجلس المحافظة، بل حولوا تظاهراتهم إلى مسيرة رددوا خلالها هتافات ضد زعماء الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. دعونا نستمع سويا. جبال لا تو باطل، حيدر حضرنا باطل، باطل 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 عامر باطل 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 طبعا نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم أعزائي المشاهدين على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وعلى رسائلكم على خدمة الواتساب. التظاهرة وصلت إلى جوار منزل رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لترد حمايته وعدد من أقاربه بإطلاق النار على المتظاهرين، كما سنشاهد في المقطع التالي. هذا ترى جاي يرمي دماغكم، جاي يرمي دماغكم يا ولد، جاي يرمي ترى. تظاهرات البصرة شهدت إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تسببت بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وحالات إغماء تم نقلهم إلى المستشفى. دعونا نشاهد سويا. يعني مواطن بصري، مواطن بصري طالب اقل حقوقه، باقل حقوقه، هاي جاي يصير فيه لا بصره، وين جاي يصير فيه؟ هناك يا عالم تشهدوا، شوفوا البصره جاي يصير فيها دول الخارج، ايش جاي يصير فيها؟ ما جوا الخارج؟ احزاب ماكو حكومه، احزابات كلمه لولد عمي، كلمه الحمام هو خالق موجوده هنا. حمام البزولي بالعباس رموا علينا، رموا علينا وشردونا بالفروع. حملة اعتقالات واسعة طالت الناشطين والمتظاهرين في البصرة. المتظاهر جبار البصري تم اعتقاله بسبب مشاركته بالتظاهرات وانتقاده للمعممين والمرجعية الدينية. والشيخ سمير العنيسي اعتقلته عمليات البصرة وهو أحد الناشطين في التظاهرات، وكذلك الناشط والمتظاهر علي الزينبي تم اعتقاله. لنشاهد مقاطع للمعتقلين أثناء مشاركتهم بالتظاهرات خلال هذا الأسبوع قبل اعتقالهم. دمرت الشباب البصري، انتم لاحزابكم، عندك حلف بالاحزاب تتعين، عندك حلف ويا الامامه السوداء تتعين، عندك حلف بالامامه البيضاء تتعين، فر البصري كله، كل واحد فات على قندره مكتب
أنا سيد قندري، أنا سيد العار، أنا سيد الشيخ، ما أحترم بيكم أنتم القندري، أشخص وما أقبل كل أحد بالتفارق وما أعرف طقت روحي، مليت من الجوع والظلم، ما تقدر تعين يا أنت يا أهل أماري ويا غيري، يا مايمكم يا قنادر، كنتوا عايشين، كنتوا عايشين بإيران، كنتوا عايشين بإيران، والسجيت تحكموني كتب والله كلمة البسطيته وسهات وين نروح وعشوا بيوتنا وعشوا متنا من الظلم أنا العاشين بي تجيبني من الدول أشتغل عند خدامة على ابن البصرة ليش هيكي ليش أنتم ما تستحون أنتم من أحمالهم أنتم من شوخ العشائر تتحركون بياتكم مش حياتكم بس ما جاي تقفون يا الشباب أنت قاضي البصرة إذا واحد سرق تحكمه بابا ليش مايك بابا ليش تسلب تدخل الجرائم هو الشباب بس والحسين ما اعتدعوا بالسجون من الدك من التعذيب الله يا أخي اليوم جينا على مود نطلع مسيرة حول حقوق الشعب العراقي المظلوم وحقوق أهل البصرة اللي لا أدوية لا شغل لا عمل يعني البلد أصبح خراب على خراب برمات أشو تفاجئنا هسه ماكو قوة بالبصرة إذا ما جابوها إنه وإجوا زين هو المظاهرات غير كفلها الدستور الدستور كفلها مو بس هي اللي تحكم البلد هي عصابات تحكم البلد مافيات حرامية سراق معدومين الضمير والشرف وهاي كلها ما تهزنا ترى كلها ولا نخاف من عدها وإن شاء الله إن شاء الله نطلعهم من بلادنا هاي العصابات برؤوس الحراب لأن الشباب كلها قاعدة بطالة الخريجين قاعدة بطالة زين أنت ستروح للميناء تلقى عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه تروح للطابو تلقى عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه تروح للبلدية عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه يعني مجلس المحافظة عبارة عن مقاولين ورجال أعمال ما لهم أي علاقة 4 تريليونات إجت من وراء دم الشهداء منا من هاي الساحة طلعوا ساحة الأبطال ساحة عبد الكريم قاسم هاي الرمال مديوفة ومعجونة بدم الشهداء كلها سرقوها وباقوها ما عندهم غير رجال المقرنص يعني هاي شبة الكهرباء مخلينها قيمتها 7 ملايين وهي ما تتجاوز حتى 300 ألف يعني إلى متى السكوت أنا ناشد الشعب العراقي سلام الله على أمير المؤمنين أول ما أوصى أولاده ها الوقوف بوجه الظالم كون للظالم خصما وللمظلوم عونا وللمظلوم عونا هذول ظلمة الخروج عليهم واجب شرعي مقدس أيها الشعب العراقي اسمعوني اشتان بوطن حكمة الحرامية ايه اشتان بوطن حكمة الحرامية وياه اللي تلزمه يقول شعلية مالات الشعب شاخ اللصن وين من قد الشغل فطر الرجلية الله الله اشتان بوطن من قد الحكمة الحرامية وياه اللي تلزمه يقول شعلية مالات الشعب شاخ اللصن وين من قد الشغل فطر الرجلية وتلحقنا العمايم وتلحقنا العمايم والسلب والبوك وكل واحد مسوي حزب يومية ما كان الشعب ما لاقي خبز يعيش ويجي واحد يقول لك حكم شيعية يا الشعب باعوه بالتفصيل وخيرات الوطن ليران تالي الله 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 عيش ما كان الشعب ما لاقي خبز يعيش ويجي واحد يقول لك حكم ما كان الشعب ما لاقي خبز يعيش ويجي واحد يقول لك حكم شيعية يا شيعة الشعب باعوه بالتفصيخ وخيرات الوطن ليران عافية زينب عافية اشتترجى وطن متروس بس ديول اشتترجى وطن متروس بس ديول معنا من البصرة الصحفي منتظر الكركوشي مرحبا بك معنا منتظر منتظر كيف ترى عودة تظاهرات البصرة مساء الخير عليكم طبعا منذ 20/6 تقريبا عادت التظاهرات إلى محافظة البصرة هذه التظاهرات تعودنا عليها موسمية في محافظة البصرة يعني هذه التظاهرات تأتي نتيجة عادة بالصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهناك عوامل مساعدة تساعد على تحريك
الشارع والمطالبة بالحقوق، بالإضافة إلى التأكيد على مطالب التظاهرات السنوات السابقة رغم سقوط أكثر من 20 شهيد خلال تظاهرات العام الماضي، ووعود الحكومة المركزية والمحلية بتنفيذ مطالب المتظاهرين، ولكن الآن مر عام كامل ولم تلتزم الحكومة بوعودها ولم تنفذ شيء، مما دعا مجموعة من الشباب للعودة إلى الشارع والضغط من جديد لنيل الحقوق. نعم، برأيك يعني بعد وعود، لو تحدثنا عن الوعود لوعود العام الماضي أو قبل العام الماضي، ما الذي تحقق من جانب الحكومة في البصرة من وعودها؟ نعم، حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الوعود، كل الذي حصل والصلاحيات الواسعة التي أعطيت الحكومة المحلية والأموال التي صرفت إلى البصرة، كل ما شاهدناه هو إكمال بعض المشاريع المتوقفة كانت حالياً. أما المشاريع الجديدة لم ترى النور لحد الآن، لم نشهد مشروع جديد لحد الآن، مجرد مشاريع متلكية تم تفعيلها، هذه الحسنة الوحيدة التي كانت بعد التظاهرات. أم حل مشاكل المصيرية مثل ملوحة المياه، لم نشهد إقامة سد أو هوية ملاحة كما طالبنا، وسجلت البصرة أكثر من 200 ألف مصاب، يعني لديهم كانت عام كامل لم يبادروا إنشاء هذا المشروع، فقط دراسة وتخطيط وتقارير واللقاء بشركات ولم ينفذ هذا الشيء. لا. فيما يخص توفير درجات وظيفية للعاملين، كانت ربما بانتقائية من بعض التنسيقيات تم تعيين ربما بعض الشباب، مما أثار حفيظة الشباب آخرين وتنسيقيات أخرى فأثاروا من جديد، مما ساهم بتشتيت ربما كان الهدف تفريق المتظاهرين من خلال التقاء بعض الأشخاص و للتعيين في شركات نفطية. ملف الخدمات، يعني سوى تبديل المقرنص وتبليط بعض الشوارع المبلطة أصلا، يعني لم تصل المشاريع إلى الأقضية والنواحي، فقط هو المشاريع السابقة يتم تجديدها باستمرار وتبديل المقرنص، حتى سميت بمشاريع المقرنص هي ربما الأسهل لسرقة أموال البصرة. كل هذا لم يتحقق، كما ذكرت لك هي فقط مشاريع كانت متوقفة وتم تفعيلها، هذه الحسنة الوحيدة التي شاهدناها. نعم، منتظر يعني ثلاثة مليارات دولار وصلت إلى الحكومة المحلية في البصرة، يعني ألا تعتقد بأن هذه الأموال من المفترض أن تنعكس على جانب توفير فرص العمل، خفض معدلات البطالة، خفض معدلات الفقر، إبدال، وسوف نأتي عليها تباعا موضوع العمالة الأجنبية في البصرة، لم تنعكس هذه الأموال، هذه أموال طائلة، يعني هذه هناك دول ليس لديها هكذا أموال بالنسبة لمحافظة البصرة، أو هناك دول تقريبا يعني نصف ما منح للبصرة هو يعتبر ميزانية لدولة كاملة، هل كل هذه الأموال يعني تذهب إلى الفاسدين برأيك؟ نعم، ربما جزء يذهب للفاسدين والبعض الآخر يذهب نتيجة سوء الإدارة والروتين الموجود. هي مشكلة العراق بشكل عام هي سوء إدارة، صدقني، أموال متوفرة، يعني عاملة متوفرة، الموارد البشرية اللي أقصد بها، كل الأمور متوفرة لإنشاء مشاريع، لكن العقل الإداري الصحيح الشخص الصحيح كيف كان مناسب هذه الحلقة المفقودة، وحتى أن توفر ربما بعض الأمور العقل الإداري هي سوء التنفيذ أو سوء اختيار الشركات، الضغوط على المسؤول من بعض المسؤولين لاختيار شركات غير رصينة، فهذه مشكلتنا، يعني المشكلة تقع نتيجة سوء الإدارة، بعض المسؤولين ربما بعض نقول لم يأخذ الأموال ولم يسرقها، ولكن مجرد إعطائها لشركة غير رصينة هو هدر للمال العام، وبالتالي ذهبت الأموال ولم يتم الاستفادة منها. 3 مليار دولار كان هناك يعني جدول اطلعت عليه للأموال التي كانت هو فيما يخص الأزمة، معالج فيما يخص مضخات المياه وبعض الأمور، طبعا طلعنا لبعض المشاريع هي كانت نقول غير ضرورية أصلا، أموال كبيرة صرفت ومو بصورة صحيحة، ولكن استبشر خير ب قطة المشاريع اللي صوت عليها مجلس المحافظة اللي يعني لحد الآن نتخوف من يعني تطبيقها، طبعا وصلت الأكثر 3 تريليون تقريبا موازنة
عام 2019 واحنا راح نخلص 2019 لحد الان وزارة التخطيط ما وافقت على هذه المشاريع، فمتى تباشر الشركات بعملها؟ نتخوف احنا من ضغوطات احزاب سياسيه وكتل سياسيه لاعطاء هذه المشاريع او تقاسمها فيما بينهم لشركات غير رصينه، شركات تابعه لهم. كل هذا التخوف يعني الوحيد، ولا المشاريع هي مشاريع يعني ضروريه ومشاريع مهمه، اعتقد لو نفذت بشكل صحيح ستحقق البصره نقله، وهذا ما يعني يتاكد عليه محافظ البصره هذه الخطه التي دائما ما يتحدث بها بانها ستنقل البصره. ننتظرها يعني لحد الان، ولكن ما الضمانه ان تنفذ بشكل صحيح. نعم، يعني هو تنفيذ مشاريع كبيره هذا بدوره سوف يعني يتيح الفرصه الى شباب البصرة أن يعملوا بهذه المشاريع. أرجو أن تبقى معنا منتظر. طبعا أعزائي المشاهدين، بالتزامن مع الاعتقالات قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، هدد المتظاهرين بحال لم يستحصلوا على موافقة رسمية لتظاهراتهم، فضلا عن تهديد الصحفيين الذين يقومون بتغطية تظاهرات المدينة المنكوبة، نافيا أن تكون هنالك تظاهرات عفوية في خطوة تصعيدية ضد المتظاهرين. طبعا هذا المقطع أحرج القيادات الأمنية التي تراجعت وقدمت اعتذارا حول التصريح هذا اليوم بسبب الضغط الإعلامي. دعونا نشاهد. مو عفوية، ماكو عفوية. التظاهرات تصير ضمن الدستور، يقدمون طلبات إلى رئيس مجلس المحافظة، المجلس رئيس اللجنة الأمنية العليا اللي هو محافظ البصرة، يقدمون له طلب والمسؤولين عن التظاهرة تحصل يعني الموافقة، بعدين المكان والزمان من قبل اللجنة الأمنية، وتقوم المظاهرة، القطاعات الأمنية تتهيئ لغرض حماية التظاهرة حتى معلومة قبل يومين، نستعد للمكان. أما عفوية لا يجوز، هذا خارج الدستور وما نسمح بهذا الموضوع نهائيا. حتى الإعلامي إذا لزمه بتظاهرة غير مرخصة توقيف موجود إن شاء الله. بيوت المسؤولين والمقرات الحكومية خط أحمر عند القوات الأمنية، اللي يجي الظاهر يعلن عن نفسه هذا الشيء مرفوض عندنا، ونحاسب بقوة وتصدر حتى المادة 4 إرهاب. نعم، كيف تقرأ هذه التصريحات منتظر الكركوشي؟ يعني تصل إلى التهمة إلى الإرهاب ومحاسبة المتظاهر حسب المادة 4 إرهاب. نعم، ولم يذكر يعني 4 إرهاب، فقط للثانوي حتى نكون دقيقين في التصريح. طبعا كنا متواجدين في هذا التصريح في احتفالية تأسيس أحد الإذاعات المحلية في محافظة البصرة، وبنفس اليوم هو حضر لأن أحد الزميلات مراسلة السومرية تم احتقاله، وبالتالي جاء للحفل ايضا لترطيب الاجواء ربما، ولكن هذا التصريح الغير مسؤول الذي ادلى به. قبل قليل عدت من وقفه احتجاجيه نظمها مجموعه من الزملاء الصحفيين امام مبنى الحكومه المحليه، ويوم امس يعني مساء كانت دعوه من محافظ البصره، وجلسنا معه مجموعه من الصحفيين واستعرضنا الانتهاكات السابقه واكدنا على موقفنا. طبعا الاعتذار لا يكفي، هذا التصريح هو شرعنا للانتهاكات عرضوها الصحفيين. خلال يومين اطلقت عمليات البصره تقريبا 3 بيانات، بيان يناقض بيان. البيان الاول قال بان الاعلام خط احمر دون ان يتطرق للتصريح، البيان الثاني قال بانه لم يخصص هذا الموضوع، البيان الاخير بانه احتذر وقال بانه غير مخصص. تضارب البيانات هذا دليل على التقبط يعني وعدم اطلاع وجهل بالقانون، سواء بالقانون او سواء بالدستور العراقي اللي ماده 38 تؤكد على حريه التعبير والتظاهر، خصوصا الصحفي لديه قانون مستقل وتم التصويت عليه في مجلس النواب عام 2011، وتكفل حريه عدم مساواه الصحفي، وحتى الاعتداء على الصحفي هو كالاعتداء على موظف اثناء تاديه الخدمه. فأعتقد هذا التصريح والسابقة خطيرة، ربما البعض يتحدث بأن هذا التصريح أخذ أكثر من حجمه أو صدى، وهذا الرجل ربما أصبح ضحية لهذا التصريح واللي قال بأنه غير مقصود، ولكن نحن في البصرة كصحفيين صعدنا من الموقف لأنها كانت فرصة مناسبة لاستعراض
الانتهاكات السابقه اللي تعرضنا لها، لان هناك اكثر من 20 نحن كمرصد عراق للحريات الصحفيه رصدنا اكثر من 20 انتهاك خلال 4 أشهر في النصف الثاني من العام الماضي، انقسمت بين الضرب المبرح للصحفيين، تحطيم معدات، اعتقال، اجبار الصحفي على تفتيش كاميرته ومسح بعض مقاطع الفيديو، تفتيش هاتفي النقار، رفض بعض الزملاء في المستشفى، كل هذه الانتهاكات وسمعناها ولكن لم تاخذ ادواتها، فاصبح الوقت مناسب لطرحها، لانه في وقتها كانت هناك تظاهرات كبيره، فلذلك تعكزنا على جراحنا من اجل ايصال معاناه المتظاهرين ومعاناه المدينه ولم نتطرق الى انتهاكاتنا. فبالتالي هذا التصريح هو زاد الطين بله واجبرنا على فتح هذا الملف على مصراعيه، يعني من خلال قناتكم اعلن ربما خبر لم يرسكم او خبر حصري بانه يوم غد ان شاء الله سيصل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي مع وفد من الصحفيين في بغداد، وكذلك دعوه لباقي الفروع الصحفيين نقابات الصحفيين في باقي المحافظات الى محافظه البصره، سيعقد اجتماع مع الاسر الصحفيه في محافظه البصره، سنتحدث عن الانتهاكات اللي تعرضنا لها وعن هذا التصريح، وكذلك سيكون لقاء مع الحكومه المحليه والقاده الامنيين، وستكون مخرجات ان شاء الله خلال يوم غد. نعم منتظر. لو جئنا على موضوع العمالة الأجنبية وبشكل خاص في البصرة، بماذا نعزو ارتفاع هذه أو معدلات العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية طبعا في العراق عموما كما تحدثنا وفي البصرة خصوصا؟ هل هي بسبب الحكومة التي تسمح باستقدام العمالة الأجنبية، أم أن الشباب العراقي يرفض العمل في بعض المهن التي يراها غير مناسبة؟ يعني البصرة وحدها لديها بحسب طبعا إحصائيات حكومية أكثر من 50,000 عامل آسيوي موجود في البصرة. نعم، هي طبعا مشكلة البصرة ومظلومية البصرة وسكوت البصرة ودائما ما يتحدثون عن طيبة البصرة جعل البعض خارج المحافظة وحتى داخل المحافظة يتآمر على أبناء المدينة من خلال هذا السكوت، ولا اعتقد ان احد من المحافظات تقبل بهذا التهميش لما شاب خريج هندسه وخريج قانون يعني لديه بصه بسيطه في احد الاسواق التجاريه او يبيع سلينكس في التقاطعات، كثير من الخريجين او يعمل بامور، بينما بعض المهندسين مثل المصريين لدينا كثير من العمالة المصرية نفس الدرجة ونفس الشهادة مع كفاءة المهندس العراقي، حتى وان تعين المهندس العراقي تجد راتبة أعلى، لذلك العراقي يرفض العمل. يعني أنا كمواطن بصري ما أشتغل بهالشغل، يعني ليش أخذ مثل راتب مثل يوميتي أنا 25,000 مثل كحداد، ليش تطي الهندي مثلا أو المصري 90,000 يوميتي؟ فهذه المفارقه ورفض الشباب بصر العمل بهذا المنصب هذه الانتقائيه، بالتالي حتى يجبرونهم على يعني ترك العمل وبالتالي تشغيل هذه العيال. اذكر بانه لماذا يشغلون هذه العمل؟ لانهم يستفادون من هذه العماله، كيف؟ لانه يحسب له مثلا اليوم 75,000 دينار، بالتالي يحسب 25,000 ويحسبها ربما بالاوراق 100,000، وبكل عامل توصل ل 25,000، بالتالي يستفادون بروس العماله الاجنبيه، هم يستفيدون بهذه الطريقه مثل ما نقلون الزملاء او بعض المواطنين في البصره خلال عملهم بهذه الشركات، فملف الشركات النفطيه ملف فساد كبير واستغلال كبير، وهناك عماله من مختلف الدول، تخيل معي مختلف الدول، حتى العماله من الصين هناك بعض الاشخاص المحكومين بالسجن المؤبد ياتون بهم من السجون الصينيه للعمل بالشركات النفطيه، بالتالي يكونون ارخص على اعتبارهم يعمل مجانا فقط الطعام على حساب ابناء البصره وابناء المدينه اللي حصته فقط الامراض. فهذا بشكل مختصر، يعني لو اتحدث لك عن ملف التعيينات وملف الشركات النفطيه طول الحديث حول هذا الموضوع. نعم. الصحفي منتظر الكركوشي كان معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة حول عودة التظاهرات في محافظة البصرة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. Yeah.
هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. قال متظاهرون من محافظة البصرة إنهم مستعدون لتنظيم تظاهرة في ساحل التحرير وسط العاصمة بغداد، معللين ذلك بمنعهم من التظاهر بقرار من محافظ البصرة أسعد العيداني. كما تحدث المتظاهرون عن حملات اعتقال جماعية طالت الشباب المتظاهرين الذين أفرج عنهم لاحقا لعدم إدانتهم بشيء يذكر، مؤكدين أن قرار المحافظ الحصول على إذن للتظاهر جاء لمنع التظاهرات وخنق الحريات وتكميم الأفواه المطالبة بأبسط حقوقها. معنا من البصرة أيضا محمد جاسم. أهلا بك محمد. محمد، اليوم أهالي البصرة ممنوعون من التظاهر في البصرة كما قرأنا هذا الخبر، والمتظاهرون قالوا بأنهم مستعدين للذهاب إلى العاصمة بغداد في ساحل التحرير للتظاهر وللمطالبة بحقوقهم. كيف تقرأ هذا الأمر؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وإلى قناة الرافدين وإلى عامليها ومستمعيها ومشاهديها وإلى مخرجنا العزيز. أهلا وسهلا بك. قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال طبعا يقول إحنا نريد للمتظاهرين يأخذون تصريح من الحكومة المحلية في داخل البصرة وبالتالي نسمح لهم. يعني هذا كلام ما أدري مردود عليه، يعني أكو واحد اليوم يريد يقطع مظاهرات ضد حكومة فاسدة فاشلة يطلب من عدها يا بهانة أرجع أقطع مظاهرات ضدكم لأن أنتوا ناس مو خوش ناس وناس مقصرين بحق المحافظة وبحق هذا الشيء. يعني كلام فارغ أنا أعتبره بصراحة. هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين، المشاريع في البصرة حبر على ورق وكلها وعود كاذبة. هاي هم شغلة. الشغلة الثانية الصحفيين، يعني مو انتوا قلتوا جبتوا لنا الديمقراطية حسب ما تدعون ديمقراطية وحرية، وين الديمقراطية اذا صحفي ينزل يصور مع معاناة الناس وبالتالي ينقلها حتى يعني انتوا المفروض حكومة يعني تساعدون الصحفي، وين الحرية وين الديمقراطية وين؟ يعني كلام هم. وانا احنا عتبنا بصراحه على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي. مؤيد اللامي شنو واجبه غير ينزل؟ المفروض هو هسه اول واحد ويا المتظاهرين. اذا هو صدق يقول انا مسؤول وحق وينطي حق المسؤوليه. هاي الشغله. الشغله الثانيه طبعا احنا هنا عندنا بالبصره بصراحه يعني احنا شغله الماي والكهرباء هاي صارت شغله اصبح الشيء من الماضي، ولكن الاراضي عندنا أراضي في محافظة البصرة مثل أبو الخصيب والفاو والسيبة والتنومة أصبحت مثل الأحواز المحتلة، يعني سيطرة تامة من قبل الأحزاب أي الميليشيات الإيرانية على أراضي البصرة. زين وين الشيوخ؟ شيوخ العشائر وين أنتم؟ أصواتكم ما جاء نسمعها، ما جاء ولا يعني ماكو شيخ. إحنا المفروض الشيوخ يعني مثل الشيخ رعد وأمثاله، دول الناس الشرفاء، إحنا غير رسمهم مثل هذا الشيخ اللي يقدر يعني يدافع عن محافظته. انتم تظلون يعني نايمين يا شيوخ الشيوخ العشائر. والله العظيم هاي الشيوخ كلها مستفاده وكلها طبعا ماخذين كوميشنات من الاحزاب. هذا هاي الشغله. الشغله الثانيه، ايران بالنسبه لايران تبيع لنا الكهرباء بالدينار العراقي، وبالتالي شو يسوون؟ يحولونها بالدولار لانه هم عليهم عقوبات من قبل امريكا حسب ما يدعون، وهذول شغلتهم مثل شغله بني اسرائيل. نعم. بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى حرم عليهم صيد السمك، ويوم السبت سووا نزلوا الشبك يوم السبت وطلعوا يوم الاحد. هذا احتيال على الناس، ما يصير هالشكل. يعني انتم زين تجي الديون اللي احنا
يعني صاير على الشعب العراقي اكثر من 120 مليار دولار. نعم. محمد يعني اموال نعم. نعم 3 مليارات نعم دولار خصصت الى الحكومه المحليه في البصره مع ارتفاع معدلات نعم. الاصابه بمرض السرطان، نسال الله ان يشافي المرضى ويعافي اهلنا في البصره وفي غير البصره، مع هذه الاموال الطائله برايك لماذا لا تقوم الحكومه المحليه بتخصيص مستشفى متخصص لمرضى السرطان؟ لماذا لا يتم بناء مستشفى؟ ما يخصصوا استاذ عمر، ما يخصصوا لا مستشفى ولا غير مستشفى. هم هذول اجوا من اجل يهدمون البنيه التحتيه في كل مجالات البنيه التحتيه. زين يعني هسه انا هسه انطيك يعني هسه بالنسبه لتصدير النفط، انت شايف لك بالعالم بالكره الارضيه اكو بلد فيه نهر مال نفط؟ احنا بالبصره عندنا نهر مال نفط، هذا موجود يعني فوق الزبير. نعم. نهر صور بين نهر مال نفط. زين هذه فلوسها وين جاي تروح؟ احنا والله العظيم سبب دمار البصره هو مجلس محافظه البصره. صباح البزوني والعصابه مالته هم اللي ينهبون الاموال باللجان الاقتصاديه، يسوون لجان اقتصاديه وهاي اللجان الاقتصاديه تتوزع بيناتهم والشعب البصري يبقى يباوع متفرج. يعني هم يعني هذا نهب منظم، وهذا النهب المنظم طبعا وراء ايران، هي ايران. انت لا تتخيل اكو عندنا حكومه محليه بالبصره والله العظيم اللي 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 يقود الحكومه داخل البصره هو الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وهذا الهاشمي وابو جهاد وامثاله، هم اللي يقودون الوضع داخل البصره. يعني احنا والله العظيم يا استاذ عمر احنا والله انا واحد من الناس اللي احكي لك انطيني مجال رحمه الوالدي استاذ عمر تفضل. ماجور والله العظيم ماجور قلبي. يعني انا واحد من الناس عندي 5 اولاد، خمستنا قاعدين يعني اولادي 5 قاعدين على الطالب وانا عمري اكثر من 60 سنه، يعني لحد الان ما عندي حتى ضمان اجتماعي، رجال كبير بالسن ومريض ويا ما قدمنا ويا ما ضحينا، واولادي اول الناس طبعا هم بالمظاهرات، والله من يجون للبيت ما اخليهم روحوا، حتى لو قتلوكم، حتى لو شبيتهم فيكم روحوا، هذا اليوم يومكم، ولا تظلون قاعدين ولا تظلون تطلعون تتفرجون على هذا، هذا اليوم يومكم يا 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 شباب اهل البصره ويا شباب في العراق الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. يا وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك محمد جاسم من البصره كان معنا. اذا تحدثنا عن العمال الاجنبيه المتواجده في العراق وكذلك في البصره، يعني هناك تقارير تتحدث وتحدثت لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه في البرلمان بان 3 ملايين عامل اجنبي يعملون داخل العراق يمثلون خطرا على المجتمع، بينما الشباب العراقي يعاني من البطالة ومن الفقر. عضو اللجنة فاضل الفتلاوي أضاف بأن الإحصائيات تؤكد بأن العمال الأجانب يحصلون على فرص عمل لا يحصل عليها العامل العراقي. أشار الفتلاوي إلى أن كل الإمكانات موجودة لتوفير فرص العمل، ولكن سوء الإدارة والفساد وتراكمات السنوات الماضية دقت ناقوس الخطر من تزايد أعداد البطالة وانعدام فرص العمل لهم. من جهتها كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن انتشار الأمراض المعدية كأمراض نقص المناعة والفيروسات القاتلة بسبب الأمراض التي يحملها بعض العمالة الأجنبية، مؤكدة أن عددا كبيرا من العمالة الأجنبية لا يخضعون للفحص عليهم أو لا تجرى الفحوصات عليهم داخل الحدود والمطارات بشكل طبي. معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس نصل التلفزيون ابو زينب الله يخليك. يعني كل اللي بنتكرر سنويا وماكو لها اي حل وخاصه بالصيف. نصل التلفزيون للاخير ابو زينب. وياك نصيته. للاخير. بتتكرر المشكله وماكو لها اي حل. نعم. اي نصيته كلش. تمام. ليش؟ هو الحال بيد الشعب. بيد الشعب، نعم. يعني الشعب فاق 16 سنه على العذاب والاهانه والاستهانه عليش. وبالمناسبه هي ترى مو فقط قمع وكذا مظاهرات البصره.
مثل ما يطلع هذا قائد قوات البصرة وكذا عميد شو اسمه فريق ركن ما اعرف لو ركن نعم يقول اي مرخصة ها نعم احنا نتعامل وياهم حكم قانون لكم بالسجن وحتى الاعلاميين اكو بالعالم كله شيء اسمه مظاهرة مرخصة ها اكو شيء اسمه ثورة مرخصة هي وليدة الساعة نعم. نتيجة الضغط الحكومي على الشعب واستلام حقوقه ما تنحل هذه المشكلة وهي مو فقط طبعا بالبصرة في النجا صارت قبل كم يوم نعم. يعني أيضا هذا المحافظ قمع فظيع يعني حتى رصاص حي يستخدم ضد المتظاهرين وأكو تحكيم إعلامي مع الأسف مو بس لكن كل المحافظات يعني نعم. البصرة هي الأسوأ حالا ميهم مالح عندهم محطات لتحلية المياه زين أبو زينب برأيك يعني 2017 بعد نعم. بالنيلون إلى الآن ما يقدرون يشغلوهن نعم أبو زينب هذا الشعب وهي المحافظة ليش أبو زينب يعني هو هذا السؤال تسمعني أبو زينب أبو زينب الخريجين أبو زينب وخاصة اللي بالبصرة نعم فأخي الحل بيد الشعب إذا مصير ثورة عارمة من الشمال إلى الجنوب ما يفيد نعم أبو زينب ما الذي يمنع الحكومة الحل هو الثورة نعم تسمعني أبو زينب وكل من يطلع وقال لك نكشف الفاسدين وتلقاه هو أكبر فاسد نعم عم سرقوا العراق سرقوا أهالي العراق يعني بكل دول العالم سجلت مثلا شغلة محيط مقر بغداد نعم. في كل دول العالم المطارات تكون خارج حدود البلدات لقضايا أمنية خاف واحد يقتحم المطار وكذا وتعرف هذول الوافدين من كل دول العالم ثانيا خوفا على الناس يعني طائرة مثلا صار بها عطل ووقعت على حي سكني محيط بالمطار نعم وكتلفت 2001 خطية هذول بركبة من هذول عمي هذول ناس حرامية هذول عصابات مافيات عصابات من أبو بسم أحزاب وقال قال الله وقال الرسول وبري منهم الله والرسول وأنا أدعو الشعب العراقي بأجمعه إلى الثورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم شكرا أبو زينب بن النجف طبعا النائب عن محافظة البصرة وهو عبد الأمير المياحي قال بأن وزارة النفط في تخبط إداري مستمر وذلك باعتمادها على مكاتب تشغيل تستقطب العمالة الأجنبية وتهمل تماما العمالة المحلية من أبناء المحافظات كاشفا عن وجود شركات نفطية حكومية ما زالت تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل كامل نأتي إلى بيان مرصد الحريات الصحفية في العراق تهديد الصحفيين في البصرة حيث قال مرصد الحريات الصحفية في العراق بأن قائد عمليات البصرة يهدد الصحفيين الذين يغطون التظاهرات بالسجن بذريعة التظاهرات غير المرخصة قائد البصرة أو طالب صحفي البصرة قائد عمليات المحافظة الفريق الركن قاسم جاسم نزال المالكي بالاعتذار بعد تصريحاته التي هدد فيها باعتقال أي صحفي بغض النظر عن التظاهرات المستمرة ضد الفساد الحكومي وانعدام الخدمات الأساسية والذي يقوم بتغطيتها الصحفيون الصحفيون أكدوا وكذلك الناشطون في التظاهرات بأن هناك خطوات احتجاجية تصعيدية ستتخذ في حال عدم إصدار بيان من قيادة العمليات تتراجع فيه عن تهديداتها وتقدم الاعتذار للصحفيين متهمين قائد عمليات البصرة بالجهل بالقوانين الدولية والمحلية التي يعمل بموجبها الصحفيون طبعا كان قائد عمليات البصرة الحالي صرح بأن التظاهرات في البصرة غير عفوية وعلى المتظاهرين تقديم طلب إلى محافظة البصرة أو إلى محافظ البصرة أسعد الهيداني لاستحصال الموافقة على إقامة التظاهرة وتحديد المكان والزمان لانطلاقها مهددا باعتقال الصحفي الذي يقوم بتغطية أي تظاهرة غير مرخصة وهذا كما شاهدناه في تصريحه قبل قليل نعم نقرأ رسالة واتساب حول هذا الموضوع يقول بس سؤال يطرح نفسه لماذا العراق يرجع إلى الوراء ونحن شعب نستطيع النهوض لماذا السياسيين خونة ولم يفعلوا شيء للشعب
نعم. رسالة أخرى يقول فيها: أنا أعتذر عن قراءة الرسائل الطويلة جدا، سوف أقرأ بعضا منها، رسالة ممكن تصل إلى صفحتين. يقول بخصوص موضوع تظاهرات البصرة: لا زالت من ذلك الوقت ولغاية الآن تواجه القمع من قتل واعتقال للمتظاهرين، وكثير أمور وأزمات عديدة خلالها لم تلبي الحكومات التابعة لجارة السوء إيران مطالب متظاهري البصرة من حل الوعود، فهي وعود ذهبت منذ 16 عاما وإلى الآن أدراج الرياح. طبعا التظاهرات لم تقتصر على محافظة البصرة، هناك تظاهرة خرجت في ذي قار بالتحديد، دعونا نعرف في أي قضاء، قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، تظاهروا كذلك مطلع الأسبوع لسوء الخدمات، المتظاهرون حاولوا اقتحام المجلس البلدي للقضاء وأشعلوا الإطارات احتجاجا على تردي الخدمات. دعونا نشاهد هذا المقطع من محافظة ذي قار. اللجنة الإعلامية لازم نصور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول عودة واستمرار تظاهرات محافظة البصرة بسبب الإهمال الحكومي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وكذلك تهديد من قبل قائد عمليات البصرة بقمع التظاهرات وتهديد الصحفيين. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله وفي حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. شكرا لكم وفي أمان الله.